مستمرين في الحديث عن ما يسمى بالأنتيديريفاتيفز، فابقى معنا وتابع الحل هذه المسائل الأربعة. وعندي طبعا هون x to the minus 1 over 5، طبعا راح أزيد الباور 1 فبصير x، حتى نضيف لهذا 1 في عندي ثلاثة options: إن أروح على الكالكوليتر، أو إنه أستخدم طريقة توحيد المقامات ويونيفايد دونوميريترز واتسوايفر، أو مباشرة add this to this. And if you add 5 to minus 1, it will be 4 over 5. And what is the reciprocal of 4 over 5? It is 5 over 4. Then we will add the constant c. هذا ما بنقدر نعمل له integration that fast. أول شيء بنجهزه ثم بنعمل له integration. كيف نجهز هذا يا ترى؟ راح أحول هذا الراديكال إلى ما يسمى بالراشنال إكسبوننت. لو حد سأل هون إيش في عندي؟ طبعاً كونه nothing is written فهي 2. إذن هذه x to the 5 over 2 dx. هذه الستيب لا not integration، لا من قريب ولا من بعيد، هذا تجهيز عم نجهز الفانكشن، عم بحول هذا الراديكال لا على شكل x to the power n. الآن نستطيع أن نجري integration لهذا، نترك المسافة البسيطة x to the I will add 1 to this and if you add 1 to this it will be 7 over 2 لأنه add denominator to numerator it will be 7 over 2 وتركنا هذه المساحة البسيطة حتى نكتب 2 over 7 وهو reciprocal لهذا resulting power plus c. عندي هون power x to the n جاهزين للانتجريشن بلا شك، فرح تصير عندي x to the بترك مساحة بسيطة دائما add this to this minus 5 over the same denominator 2. أما هنا رح نكتب 2 over 5 وفي عندي minus، لا نكتبها تحت، هو بصير نكتبها تحت، لكن من الأجمل أنها تنكتب على النوميريتر plus c. أما عن هذا، هذا طبعا في عندي فيه مش مشكلة وإنما مشكلتين بصراحة. أما المشكلة الأولى فهو راديكال لازم نحوله لراشنال إكسبوننت، طبعا هو 3 over 5، كلنا بنعرف من الالجبرا من البريكالكولوس انه this is 3 over 5، لكن ايضا وجوده في الدنوميريتر غير مطمئن، اذا هو 3 over 5 and I will shift to numerator so بتصير minus 3 over 5. هذا الشيء بنعمله بخطوه واحده، ما في داعي لاطاله الستبس. شوف x to the minus 3 over 5. لمن يسأل من وين الماينس اجت؟ لأنه تحت طلعنا لفوق بلغتنا المحكية العامية البسيطة، و 3 over 5 من الرولز، هذا سكوير فيث روت اوف اكس كيوب which is 3 over 5 وشفت صارت ماينس 3 over 5. السؤال هو هل عملنا انتجريشن؟ طبعا لا، كنا فقط بنجهز الفانكشن. الآن رح نعمل انتجريشن، so it will be x to the، كيف نزيد لهذا الباور 1؟ عشان نزيد لهذا 1 بدون كالكوليتر I will add 5 to minus 3 add them it will be 2 over نفس الدنوميريتر اللي هو 5 وفي هذه المساحة البسيطة سنكتب الريسبريكال وهو 5 over 2 then we will add هذا الكونستنت c. طيب خلينا نعرض عليكم المسائل التي ستلي. هذه المسائل عندي أيضا أربعة مسائل جديدة، ابقى معنا وتابع حل هذه المسائل وشكرا.